في الفيديو ده هنتكلم عن بلدي دماء او نزيف قوي جدا وراي والضرر والنزيف الموجود في البلدي ده عالي جدا لدرجه بتخليه يكون افضل بلدي دماء او نزيف في اللعبه حتى في التخطيمات العاليه. فبتمنى منكم الدعم باللايك على الفيديو والاشتراك على القناه، واذا حابب تدخل سيرفر الديسكورد الرابط في الديسكربشن. طيب البلدي ده بيعتمد على هجمات الغفص وشبيه ايضا ببلد الباندد او الاسكانفيجر، نظرا لانه بيعتمدوا ايضا على هجمات الغفص وايضا بيسددوا اربع هجمات في هجمات الغفص. والسلاح المستخدم في البلد ده هو نصل الجارجويل او جارجويل توين بليد، ومعروف انه التوين بليد ايضا بتشترك في الموف سيت مع اسلحه من نوعيه كيرف سورد. لما تستعمل هجمات الغفص ايضا عن طريقها هتقدر تسدد اربع ضربات، ضربتين وانت غافز في الهواء وضربتين وانت نازل من الهواء. دي حاجه كويسه جدا، عن طريقها هتقدر تحصل على ضرر عالي جدا. لكن الحاجه اللي بتخلي السلاح ده يكون متفوق على سلاح الباندت او السكافنجر انه الضرر الجسدي الموجود فيه اعلى من الضرر الجسدي الموجود في السكافنجر والباندت، نظرا لانه السكافنجر والباندت بيعتمدوا في الضرر الجسدي على البراعه، لكن سلاح الجارجويل بيعتمد في الضرر الجسدي على القوه. ومعروف انه الاسلحه اللي بتعتمد على القوه هيكون فيها افضل ضرر جسدي، فدي حاجه كويسه جدا. وايضا تراكم النزيف فيه عالي، عن طريق الاربع ضربات هنقدر نحصل على تراكم نزيف بشكل سريع جدا، وايضا نحصل على ضرر جسدي عالي جدا، الحاجه اللي بتخلينا نقضي على الاعداء والزعماء في شكل وجيز جدا. ايضا اسلحه التوين بليد معروفه بالموفست السريع الموجوده فيها لما تستعمل سلاحين من نفس النوعيه، ودي حاجه كويسه جدا، او اذا استعملت سلاح واحد. لكن طبعا احنا هنعتمد بشكل كامل على هجمات الغفص عشان نقضي على الاعداء بشكل سريع. وبالنسبه الى سلاح الجارجويل توين بليد هتقدر تحصل عليهم من اللعبه الرئيسيه في المنطقه الموجوده اسفل الارض، وطبعا المنطقه السفليه دي هتقدر تصل لها بعد تهزم رادان الموجود في كالت في المنطقه دي، هيكون في فجوه في الارض هنا مباشره، عن طريقها هتقدر تتقدم وتصل الى المنطقه دي من اسفل الارض، او ممكن تتابع مهمه راني وحتقدر عن طريقها تصل الى نفس المنطقه. من هناك حاول ختم المنطقه السفليه الموجوده اسفل الارض، وايضا هنا حيكون في طريق بمحاذاه الحائط شويه سري، عن طريقه حتقدر تصل الى المنطقه دي. هنا حيكون في زعيم الجارجويل وفي اثنين منهم، حاول اهزم الاول بشكل سريع نظرا لانه الثاني بيتاخر او بياخذ بعض الوقت لحد ما يجي نازل ويغادلك، اهزمهم الاثنين وحتقدر تحصل على سلاح الجارجويل. لكن طبعا في التختيمه الاولى حتقدر تحصل على سلاح واحد فقط، فلازم تكون في التختيمه الثانيه عشان تقدر تحصل على سلاح ثاني، او تستعين باحد اصدقائك يديك السلاح الثاني اذا انت في التختيمه الاولى. طيب عشان نقدر نحصل على ضرر عالي وتراكم نزيف سريع ايضا بشكل جيد، حنضع اش اوف وور سيبوكو في السلاح ونضعها على دموي عشان نقدر نحصل على تراكم نزيف عالي 132 اذا وضعنا نقاط كثيره في الغموض. وايضا السلاح بيعتمد على القوه ب 18 نقطه و 15 نقطه في البراعه، لكن لما تضع الاش اوف وور على دماء حيكون السكيل عندك في القوه بي وفي الغموض دي، فحنضع نقاط كثيره في القوه عشان نقدر نحصل على ضرر جسدي عالي. فتوزيع نقاط القوه في مستوى 250 نقطه في الحيويه، القدره العقليه 15 نقطه، انا مستواي هنا 202 ففي نقطتين زايدات، التحمل 40 نقطه عشان نقدر نستعمل هجمات الغفص بشكل مستمر نظرا لانه الضرر فيها عالي، في زعمت لها سبام حتقدر تقضي على الاعداء بشكل سريع. القوه 80 نقطه، كل ما وضعنا نقاط اكثر في القوه حنقدر نحصل على ضرر جسدي عالي. البراعه 15 فقط عشان اوافق متطلبات استخدام السلاح، لكن نظرا لاني مستعمل تلز من ميليسنت بروسيسس حيدينا 5 نقاط اضافيه في البراعه. الايمان 25 نقطه عشان نقدر نستعمل تعويذه جولدن فا وهبه المباركه. الغموض 45 عشان نقدر نحصل على تراكم نزيف 132 في السلاح. طيب بالنسبه للاعتاد، طبعا مستعملين سلاحين من نفس النوعيه واضعين عليهم اش اوف وور سيبوكو، ايضا ممكن تضع عليهم اش اوف وور كراك بليد عشان تقدر تكسر وضع تحمل الاعداء بشكل سريع. لكن صراحة في النوعية دي من البلدات قوة الهجوم حتكون عالية جدا وحتقدر تقضي على الأعداء بشكل سريع جدا، الضرر بالاستمة حيكون مهم بشكل كبير نظرا لأنه الأعداء حيموتوا بشكل سريع. وأيضا حنحتاج نستخدم سيل، أي سيل من اختيارك عشان نلغي بعض التعاويذ لرفع قوة الهجوم. في الدرع حنستعمل الوايت ماسك أو القناع الأبيض، ده حيزيد قوة الهجوم عند حدوث نزيف بنسبة 10% لمدة 20 ثانية. وفي قطعة السطح حنستعمل درع طاير المقبرة، ده حيزيد قوة هجمات الغفص بنسبة 10%. وفي الأيدي والأرجل حنستعمل درع الركشاسة عشان يزيد قوة الهجوم بنسبة 4%. في التلزمن حنستعمل تلزمن المخلب او الكلو تلزمن، ده حيزيد قوه هجمات القفص بنسبه 15%. وايضا لورد اوف بلاد اكسلتيشن، ده حيزيد قوه الهجوم عند حدوث نزيف بنسبه 20% لمده 20 ثانيه. وحنستعمل روتن وينج سورد سيجنيا او شعار السيف المجنح، ده حيزيد قوه الهجمات المستمره بنسبه 13%. واخر حاجه ميليسنت بروسيسس او طرف ميليسنت الاصطناعي، ده حيزيد قوه الهجمات المستمره بنسبه 11%، وايضا حتدينا 5 نقاط اضافيه في البراعه. وبما ان الضرر الموجود في البلد ده عباره عن ضرر جسدي فقط، فاحنا
حنستعمل البلاد بويل اروماتيك عشان يدينا زياده في قوه الضرر الجسدي بنسبه 30% لمده 3 دقائق. بالنسبه للتعويذه المستعمله حنستعمل هبه المباركه عشان نجدد الهز باستمرار، وجولدن فاو او العهد الذهبي عشان نرفع قوه الهجوم والدفاع بنسبه 15%، واخر حاجه فليم جراند مي سترينكس عشان نزيد قوه الضرر الجسدي بنسبه 20% لمده 30 ثانيه. لكن طبعا اذا عندك البلاد بويل اروماتيك حيكون افضل. في الفلاسكو فاندر فيزيك حنستعمل الدمعه المتصله للدماء، دي حتدينا زياده في قوه الهجوم بنسبه 20% لمده 3 دقائق، وايضا الدمعه المتصدعه الشائكه او السورن كراكتير دي حتدينا زياده في قوه الهجوم بالنسبه للهجمات المستمره بنسبه 20% لمده 3 دقائق. في الجريت رون حنستعمل روم مورغوت، دي حتدينا زياده عاليه جدا في نقاط الصحه نظرا لانه عندنا 50 نقطه فقط في الحيويه، فهذا حيعوض النقصان في نقاط الصحه بشكل جيد جدا. واخر حاجه مستوى مبارك شجر سكادو عندي 20 عشان اقدر احصل على اكثر ضرر ممكن من السلاح وانا ايضا في التخطيبه الاولى. طيب بالنسبه لتسلسل البف او الفعل للجريت رون الخاص بك، بعد استعمل تعويذه هبه المباركه استعمل جولدن فاو او العهد الذهبي، اخر حاجه استعمل فليم جرادمي سترينكس، لكن اذا عندك البلاد بويل اوروماتيك حيكون افضل. اشرب سحر واشرب الفلاسك وغير الى سلاحك الموجود في اليد اليسرى وامسكه باثنينك الاثنين، استعمل المهاره سيبكو، غير الى السلاح في يدك اليمنى استعمل المهاره ايضا سيبكو، عمل هيل وندخل الى مزمر. طبعا الضرر موجود في السلاح عالي جدا وايضا النزيف بيظهر بشكل سريع فنقدر نقضي عليه بشكل سريع. اذا الضربات اذا الضربات الاربعه جات فيه بشكل جيد زي ما شايفين الضرر عالي جدا. يلا استريح. المشكلة الوحيدة اللي حيواجهها البلد ده ضد الأعداء الصغار نظرا لأنه الهيت بوكس بتاعهم صغير وهجمات القفز تحتاج هيت بوكس كبير، لكن خلاف ذلك الضرر عالي جدا. طيب كوماندر جايس حنحاول نقضي عليه بدون ما يهرب مننا، لكن طبعا مع البلد ده نحن معتمدين على القوة بشكل أكثر من الستان، فما عارف هل حنقدر نسوي الحاجة دي. ايوه الله قدرنا. الله يا اخي متعة لا تصدق. طيب ريلانا الهيت بوكس بتاعها شويه صغير وايضا بتتحرك حركه كثيره، لكن كان الضرر عالي جدا. البلد ده مجنون صراحه. طيب الاسد الراغص هيسبب مشكلة نظرا لأنه الفيس بتاعه سريع بيعمل ترانزيشن. اديه قبل ما يعمل ترانزيشن. هاي انا كنت متوقع الضربة الأولى تكون بالضرر ده. طيب الجولدن هيبو تعال هاي كون قريبين منه، اديه لك ضربة ثاني، اديه ثاني. الله يا مشكلة هجمات القفز كان لازم اوقفها بشكل جيد. لكن ضرر عالي جدا. طيب العجوز مدرة طبعا الهيت بوكس بتاعه حيكون صغير فعشان كده ضربات القفز كلها ما حتجي فيه فحتكون شوية مشكلة، لكن حنقدر نقضي عليه بشكل. الله يا زي ما شايفين الضرر ما زي جنون ما بعده جنون يا لورد الجنون. طيب رومينا الهيت بوكس بتاعها سيء جدا مع هجمات القفز، لكن حنحاول بقدر الامكان شنو نوجه الهجمات بشكل جيد عشان نقدر نحصل على ضرر جيد. زي ما شايفين مشكله، اديها ضربه اخيره. يلا يلا بلا ترانزيشن بلا كلام فارغ. الله متعب الرومينا يا اخ. طيب رادان الهيت بوكس بتاعه ضخم فما حنواجه مشكله فيه، 4 ضربات، لكن ما له صاحبنا ده تضيع علينا الزمن يا اخي. تعال يا الله يهديك يا اخ، كنت قايله حيقفز ثاني. يلا يلا الاخو يدينا كومبو سمح انه النزيف مننا راح، لكن ما مشكله. ثاني يلا ده تحفز منه يا شفي. اديو لك هنا كومبو، اديو تاني قبل ما يطير.
والله كان ممكن نقتله بطريقة أفضل من كده، لكن ما مشكلة جيجي. بس ده كان الفيديو لليوم، ما تنسونا اللايك والاشتراك على القناة وشكرا.